السلام عليكم ورحمة الله إخواني الكرام، مرحبا بكم على قناتنا قناة استفيد فيو. نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. إذا جينا اليوم في هذه الفيديو جديدة. قبل ما نطرقوا لهذه الفيديو، ماذا بينا تشتركوا في قناتنا قناة استفيد فيو اللي راح تقول الرابط تاعها أسفل الفيديو، وكذلك صفحتنا على الفيسبوك صفحة استفيد فيو اللي راكم تشاهدوا فيها واللي راح تلقوا كذلك الرابط تاعها أسفل الفيديو. إذا نتوجه إلى الفيديو الآن. ان شاء الله في هذا الفيديو راح نطرق الاحسن فيزا في الوقت الحالي مقارنة بالاوضاع الراهنة. اذا راح نعتمد في استنتاجنا او في استقرائنا للوضع لهذا الموقع اللي اصدر مؤخرا في 17 افريل 2019 احصائيات منح الفيزا لسنة 2018. كما رانا نشاهدو هنايا، عندنا عدد التأشيرات الممنوحة هي 14 مليون و260 ألف لعموم دول الاتحاد الأوروبي. إذا راح نشوفو بعض المعلومات اللي تعطينا أكثر تفاصيل على أحسن دولة تمنح الفيزا حاليا. إن شاء الله لاحقا راح نتطرقو الى الاحصائيات هذه بالتفاصيل. مي الان راح نعتمد على موضوعنا او نرتكز اساسا على موضوعنا اللي هو احسن فيزا حاليا. كما رانا نشوفو هنايا كاين بعض المعطيات. نشوفو هنا الدولة، عندنا دولة مثلا فرنسا، المانيا، ايطاليا، اسبانيا وما الى ذلك. هنا عدد الطلبات المقدمة للدول، مثلا هنا فرنسا قدموا لها 4 ملايين و10 آلاف و604 طلبات. هنا ثانيا عندنا عدد التأشيرات الممنوحة. كما رانا نشوفو هنايا مثلا ألمانيا 1,840,000، حوالي 1,840,000. هنا تأشيرة ملتيب سورتي، استدير تقدر تدخل وتخرج بها بليزير فوا، اللي فيها ملتيب سورتي ولا اونتري ميتيبل. هنا رانا نشوفو كيما رانا نشوفو هنايا مثلا ايطاليا عندنا 1,234,338. هنا هذه ما تهمناش. هنا عندنا فيزا نون ديليفري، سيتادير لو روفي، وهنا لو طون نسبه. اذا من الاساسيات تاع موضوعنا والعناصر اللي راح نعتمد عليها ان شاء الله هي لو طو تاع منح الفيزا. اذا كما رانا نشوفو هنايا مثلا نروحو لدولة فنلندا، عندنا طلبات المودعة لدى سفارات فنلندا في العالم هي 700، حوالي 770,000. عندنا لي فيزا ملتيبل 751,000، لي فيزا ديليفري 751,000، ولي فيزا ملتيبل 670,000. كي نجيو نشوفو هنا معدل منح الفيزا كما رانا نشاهدو، او معدل لوروفي، معدل الرفض، نلقو هنايا عندنا 1.75، 1.75 من 770,000 طلب مقدم. اذا كل 100 طالب قادرين يرفضوا حتى طالب او طالبين، على الاكثر يرفضوا طالبين. في حين عندنا دولة فرنسا 15%، هذه او 16% في سنة 2018، استدير من 100 طالب رفضوا 16 او 17 طالب. هذه في الدول العالم عامة، ماشي على الجزائر او المغرب او دولة اخرى. اذا كما رانا نشاهدو هنا بالاستنتاج تاع الوضع الحالي، نشوفو باللي فرنسا راه عندها رفض كبير بالنسبة للجزائريين مقارنة بالسنوات الماضية كانت تمنح بزاف الفيزا، وحاليا راها نقصت بزاف من المنح تاع الفيزا.
نشوفوا في دول أخرى كما هنا عندنا ليتوانيا، كذلك عندنا نسبة الرفض 1.33. عندنا ليتوانيا، لاتفيا اللي هي لاتفيا، عندنا 2% نسبة الرفض، وعندنا كذلك إستونيا نسبة الرفض 1.60%، عندنا إيسلندا اللي هي 1.67. كما رانا نشاهدو هنايا، أحسن فيزا حاليا بالنسبة للوضع الحالي كما رانا نلاحظو مقارنة بالدول الكبرى اللي راها تمنح الفيزا، كما رانا نشوفو هنا عندنا إيطاليا اللي ما راهاش الناس توضع طلبات كثيرة فيها، عندها نسبة الرفض 7 إلى 8%، 7.37. وكذلك إسبانيا، عندنا من أحسن الدول كذلك ألمانيا، عندنا فنلندا اللي الناس ما راهاش توضع فيها طلبات كثيرة، عندنا كذلك التشيك، أو نروحو نشوفو النسبة في النمسا. النمسا على ما أظن راه عندها إقبال كبير ومنح للفيزا كما رانا نشاهدو هنايا، عندنا تقريبا 7% من 3600 طالب منحوا 280 ألف طالب. عندنا البرتغال كما رانا نشوفو كذلك نسبة الرفض مرتفعة مقارنة، نقارنوها يمكن نقارنوها بفرنسا. إذا الدول اللي ننصحوا بها حاليا هي بالنسبة للجزائريين المغاربة يرتكزوا على فرنسا وإسبانيا كثير. إذا من الأفضل أنه ندعو طلبات إلى إيسلندا، إلى سلوفاكيا، عندنا لاتفيا أو إستونيا، عندنا ليتوانيا كذلك. هذه الدول راح تمنح الفيزا، راح تسهل في الإجراءات. عندنا النمسا، عندنا ليتوانيا وبولونيا، ومن الأفضل أننا نتجنب بعض الدول اللي راح تتشدد في منح الفيزا اللي هي فرنسا، نيفيتوها. إسبانيا كذلك مليحة راح تمنح الفيزا، مي نسبة المدة راح قصيرة. إذا يمكن أنكم تجربوا دول أخرى مثل بلجيكا أو هولندا، كذلك راها تمنح التأشيرة، بولونيا كما سبق وذكرنا، وليتوانيا. إذا أي جديد نوفكم به ماذا بينا تبارطاجوا لا فيديو، أبوني في لاشين تاعنا، وتلتحقوا بنا في صفحتنا على الفيسبوك صفحة استفيد فيو، وشكرا.